لو اختلف الأب وابنه حول الأب وابنه حول رأي، لو اختلف الأب وابنه حول رأي فإن هذا لا يعد عقوقا. أن تحاور أباك، أن تأخذ معه وتعطي في الكلام، يقول هو رأيه وتقول يقول هو رأيه وتقول أنت رأيك، كل ذلك ليس بمحرم شرعا ولا يعد عقوقا. لكن لابد للمرء في هذه الحالة أن يتلبس بالأدب، فلا يرفع صوته ولا يصر ولا يحلف ولا يأتي بأدلة يظهر من خلالها ضعف رأيه به، لكنه من حقه أن يقول رأيه من غير أن يصل به الأمر إلى أن يناكف أباه حتى لا يكون ندا لأبيه. وفي الحديث أنت ومالك لأبيك. والمراد إذا التمس الإنسان الطريق المثلى وتحلى بالأدب وهو يحاور أباه أو يحاور أمه فلا حرج، لكن إذا غلب على ظني تمسك الوالد أو تمسك الوالد بالرأي فالأولى والأكمل خفض الجناح وتسليم الأمر وقبول رأيهما أحدهما أو كلاهما.